من مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 45. يسعدني ويشرفني أن يكون معايا الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون وأحد أعضاء لجنة التحكيم. بنرحب بك يا دكتور. أهلا بك. إيه أهم ملامح الدورة 45 لمهرجان جمعية الفيلم؟ والله هي مجموعة حاجات. أول حاجة أن الدورة مهداة لروح الفنان والناقد المحترم أستاذي علي بوشادي، وهو طبعا أحد أهم أعمدة النقد السينمائي في مصر بل في الشرق الأوسط، وهو كان رئيس لجنة التحكيم السنة اللي فاتت، الدورة اللي فاتت، وهو من أهم نقاد ومؤسسي جمعية الفيلم مع سامي السلموني وسمير فريد الله يرحمهم وربنا يدي الصحة الأستاذ محمود عبد السميع. ملمح تاني أنه برضو الدورة دي باسم الفنانة الجميلة يسرى، اللي أنا شايفة أنها بتشيل على عاتقها مهمة الفن السينمائي، وحاسة أن هي مسؤولة عن الفن السينمائي. أنا لسه كنت بقول لحد دلوقتي أنها كانت امبارح في حفلة ساويرس، وكانت بتذيع حفلة ساويرس وبرضو مشاركة فيها. فالحقيقة فنانة يسرى مهتمة بالعملية السينمائية ومهتمة أنها تشارك في كل الفعاليات السينمائية، سواء المهرجانات المحلية أو حتى المهرجانات الدولية اللي موجودة في مصر بل في الوطن العربي كله. 36 فيلم تم اختيار 8 أفلام منهم للمشاركة في المهرجان، بناء على إيه أو إيه المعايير اللي ارتكزت ليها لجنة التحكيم؟ احنا مش لجنه التحكيم، لجنه التحكيم لسه ما بداتش شغل. اللي بداوا شغل المهرجان ده له طبيعه خاصه شويه. هي ايه الطبيعه الخاصه؟ الطبيعه الخاصه انه المهرجان ده بيقوم كل الافلام بتبقى موجوده اللي هي طرحت في السنه اللي قبل الفعاليه بتاعه المهرجان، وبيحصل استفتاء من النقاد وبعض الفنانين وبعض الصحفيين على اهم، يعملوا شورت ليست على اهم 7-8 افلام هم شايفين من وجهه نظرهم ان هم يستحقوا الجوائز. واحنا بناء على الاستفتاء ده ونتيجه الاستفتاء ده، دون تدخل اي حد ودون تصعيد اي حد، ومفيش اي منتج بيجي يقدم فيلمه، مفيش اي فنان بيجي يقدم فيلمه، وده الحقيقه الشيء المختلف والمميز لمهرجان جمعيه الفيلم، احنا بناء عليه بناخد الشورت ليست دي ونبتدي نتعامل معاه. الثمان افلام هل يتميزوا بالتنوع؟ يمكن فيهم حرب كرموز، ورد مسموم للخارجي، وتراب الماس، ويوم الدين. لا طبعا هم افلام متنوعه ومختلفه، وانا شايف انها افلام متميزه الحقيقه، وانا شايف انها من اهم الافلام اللي انتجت 2018، وكمان كل فيلم له طبيعه خاصه ومختلف عن الفيلم الاخر، فانا شايف انها هتبقى موضوع لجنه التحكيم وشغلها هيبقى صعب جدا. شغلها هيبقى صعب جدا. اخيرا المعايير اللي هيتم الارتكاز عليها برضو لاختيار الافضل، سواء الفيلم او البطل او السيناريو؟ انا عاده الحقيقه، وده احنا اتفقنا عليه في اول جلسه تعارف ما بيننا وما بين اعضاء لجنه التحكيم الاخرين، ان احنا دايما هنعتمد على فكره التزاجة في التناول، التجديد، الابتكار، الصدق. دي المعايير الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها. يعني اهم حاجه انك انت تشوف عمل مميز. عمل مميز يعني مختلف، يعني مش كانك تشوفه لاول مره، تيمه مختلفه، خروج عن الصندوق او المألوف. اعتقد ان ده من اهم ما يميز الاعمال دي. والحقيقه فكره الخروج عن المألوف او فكرة انه يقدم شيء مختلف، ده بيبقى فيه صدق جدا في التناول، وبناء عليه بتبقى العناصر كلها بتتضافر عشان تحقيق هذا الغرض. فبناء عليه ان شاء الله هيبقى هو ده معايير الاختيار بتاعتنا باذن الله. ان شاء الله دوره موفقه ومن نجاح لنجاح وتميز ان شاء الله. يا رب. ميرسي خالص، الف شكر. ميرسي.